باب الكرامة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال عز وجل في حق النبي الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا إخواني وأقاربي، أبشروا واستعينوا بالقوة والروحة، شيء من الدجة كما أخرجه البخاري. معنى قاربوا أي توسطوا في الأمور كلها، توسطوا في الأمور كلها سواء كانت في العبادات أو في المعاملات. وأبشروا يا معشر الصالحين والصالحات أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نتلقى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، توجيهات حنون بنا ورحيم بنا وبأحوالنا، نتأمل إخواني واعتبروا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدانا الله وإياكم إلى صراط مستقيم. فلا تنسوا عبادة الصوم في الفرض والسنة. ينبغي على المسلم أن يأخذ من هذه الأيام التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تفوتن هذه الفرصة، فهي فيها حظ وافر يصوم المسلم والمسلمة إلى السنة الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها اقتداء واتباعا، ويوصي الصحابة وأمته بهذا الصيام. هو رسول رب العالمين. صمتم أيها الإخوة ولله الحمد 6 أيام من شوال، من صامها بتوفيق الله الله عز وجل يكرمه بالخير الكثير. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صار الدهر كله. فالثبات مهم. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، الدهر مع الزمان. حديث أخرجه أحمد ومسلم. وكذا بعده: لا أصوم عرفة لغير الحاج والحاجة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بشرنا أنه يكفر 2 سنين ماضية ومستقبلة، لا بعد ذلك صوم عاشوراء. يكفر 1 سنة ماضية من الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها كما تعلمون إلى الكون. أحبائي الكرام الأعزاء، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسأل اليهود: لماذا تصومون عاشوراء؟ قالوا: هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى. أخرجه البخاري ومسلم. إذن موسى في زمان فرعون كان سيتصدى كما قال اليهود، يتصدى للغرق، ولكن الله عز وجل نصره مع الفئة التي تبعته. وقال اليهود: ونحن كذلك نصوم تعظيما له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: فإذا كان العالم مقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9 والعاشر لمخالفته. دائما مخالف اليوم، وقال: احنا نصومنا 10. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حيض الله عز وجل العبد شيء أنا
مسعود العشرة مخالفة لليهود. اليهود يجب أن يخالفوا في كل شيء لأنهم عصوا الله وعصوا رسول الله ونكلوا به كما تعلمون. فلم يأتي العام المقبل لقال قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء اليوم العام الذي أحيانا الله رسوله ولكن سعود العشرة. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قال سنصوم إذا جاء سعود العشرة، ولكن العام المقبل قبل عاشوراء توفي صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه مسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء وخالف اليهود واصفوا الكتاب خلفوا بقليل في يوم قبله التاسع والعاشر. وقال صلى الله عليه وسلم: انتم معشر المؤمنين لا بد خلف اليهود، اليهود في زمن الجهه اخرى خالفوهم لانهم يفرحون اذا صمتم مثلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء ولكن خالفوا اليهود وصوموا يوم قبله يوم بعده. اخرجه احمد بن الصام. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. هذه الايام المباركه افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. اخرجه احمد ومسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا والرسول صلى الله عليه وسلم بين قال: صوموا معشر الشباب، يا معشر الشباب صوموا، من استطاع منكم الباء اي الزواج، من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بهذا الصوم فانه له وجاء. اذن الله عز وجل بين لرسوله صلى الله عليه وسلم التركيز على الشباب. اخيرا اقول لكم زوجوا، ولكن لظروف وخصوصا الظروف التي نعيشها نحن الان، الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة اي الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر، اغض للبصر يحفظه من كل الزرقات بدلا، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وجاء اي حفظ، يصوم الشباب يصومون، الله عز وجل يحفظه ويحفظ نفسيته ويبعده من كل ما سيقع منه من دفعات ونزغات الشيطان. حديث اخرجه البخاري ومسلم. ونسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اهدنا واغفر ذنوبنا واصلحنا واعطنا عذابكم مع الجبال. اللهم اجعلنا من الذين يتقون بامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. امين. ووفقنا للتعاون على هذا الخير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لنا الاسباب وان يهيئ لنا كل خير فيه خير. والذي فيه خير هو الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله. فقال له يوم الخير وهداني ما يحبه ويرضاه. امين. ونسال الله ان يحفظ شبابنا وان يحفظ شاباتنا وان يحفظ اخواننا واخواتنا، ومن كان مريضا عندك اسمعت لنا، من كان مريضا او بامر طبيب ان لا تصوم فلا يصوم، لان فيه راحه للمسلم، ولذلك لا يكلف نفسه بالصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع على قدر ما يتحمله الجسم. وفق الله واياكم الخير وهداني ما يحبه ويرضاه. امين. واغفر ذنوبنا اجمعين وهب المفسدين منا للمفسدين. ونسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا من الحق والحسد والبغضاء، وان ييسر امورنا للسير في هذا الطريق حتى يتوفر الله ونحن على ذلك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، السلام على المرسلين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى ذريته. أما بعد، أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني يا أخواتي عمال المسجد الذين وفقهم الله لهذا الخير وأن يعيشوا هذه الفترات الجمع والأيام الأخرى، يا إخواني أنتم من عمال المسجد، أنتم تحبون المسجد، تحبون الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ذريته أجمعين. الآن الجديد الذي أريد أن أقف عنده والناس غافلون عن ذلك زيارة المقابر، هي جائزة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منعها، كنت نهيته عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة. سيشهد ذلك الذي ستكون فيه يوما وسنكون فيه يوما، فكر في هذا الموت وجد فإن قال صلى الله عليه وسلم إنها تذكر الآخرة. زيارة المقابر إذن جائزة، بل هي مستحبة بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور والآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة. أنزلها كم على الدنيا نفل فسيدنا كل قد تنسيه مرة مرة زور المقابر، فقفت مشهور في المقابر زور إذا كان هناك من أهلك وما له علاقة بكل المسلمون من أهلك، فادعو الله عز وجل أن يثبتهم وإياهم ويهيئ لنا ولهم الخير الكثير ان شاء الله. اخواني اخواتي، من حسن اسلامنا ان اهيئ هذا اليوم و بشرط ان يذهب او ان يعد عنه ما يفعله النساء ويفعله كثير من الناس عند المقابر، حميه الجاهليه الخطيره والعياذ بالله، وزعبلات فوق المقابر، وزعبلات في الدفعة للمقابر. شوف الدولة عند الدولة، شوف اليوم أثار العجب العجاب، ترى الأخوان كراف الشيحة وديال وديال المدرسة الزهر في المقابر، ماذا؟ ما زهر كل الناس، والناس يتخطفون ويحاولون أن يأخذوا منهم، ولكن أحوالهم نسأل الله العفو والعافية. لقد رخص رسول الله رخصة رخص الله في زيارة المقام، قال كنت نهيتكم الآن فزوروها. علاش نهيتكم؟ لأن مع بداية الإسلام كان الناس لهم علاقة بالمقابر ومعهم علاقة بأمواتهم، ولذلك يتحدثون معهم يسألونهم كذا شيء كل ما كيش نهائيا. لا تسأل إلا في المقبرة، سأل هذا نفسك تولى أنت في مستوى ولا لست في مستوى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. مش غلط بعد الأخير تقول وسقر العجب إلا في سنة من مؤدب، أنت في تربية المسجد وتربية مدرسة المسجد وليش تشتري مسوى المقابر يجيبوه يجيبوا على طريقة النصارى ويجيبوا عطشة والماء والفوضى والشهداء والجهلة ويقرأ عنده الماء الفراعي وكذا، فكل لا علاقة له به، فهذا منه ما يصبش الأخبار والأعضاء، وإذا كان جديدا فلن يصله شيء من ذلك. ولذلك بعلم القضية الرسول صلى الله عليه وسلم سنته أنه يقف عند المقبرة قل السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله نحن. اللهم اغفر لنا ولهم وادعي العالم سيرحم. اسمعت قد الاندي سعيش في مناطق قد رايت هنا فقط الجانب الدلع فالفلوس المتكلم على الكاميرا والاقتراب
هناك اضطراب كبير وكذا، شي مسائل ما انزل الله بها من سلطان، وزياده الشعور ديالهم طايحين، وداروا الزيوف طايحه وكذا، ومشيو بعيانات، والاعتداء ديالهم، والسال ديالهم، والسراب ديالهم، كلشي داك الشيء في الخبر هذا ما يجوز اطلاقا، لا يسمح الرجل اذا كانت عنده قوه، وإذا ما كانش القوه يخلي يسمونها كذا بلا خير، ولذلك لا يتركوا زوجته ولا بناته، إذا لا تمشي معاهم تمشي معاهم فهنا مع عمكم ولا خالكم ولا مع المسلمين أو كلهم يحتاجون إلى الدعاء ويلا خرجوا ما يقول لنا شيخ شغل وكذا تقام تمشي خدمة بلغهم ولذلك ترى الزيارات المقابل غير ضرورية تدخل السباكة في صح ولا في المكان أثار العجب والعجاب الجهل الرقيق الذي لا يريده الله عز وجل منها ومن ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ألا نزورها لكن بأدب لا نزورها لكن منعوا الآن ألا نزورها ولكن عندما ترى المرأة جرى رعاة الناس لا تزال بخيره وفي الأحوال مع اللي من تحت ومن فوق وكذا والخير والزين وكذا والشعر هذا مع بناتنا نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياهم وأن يشرح صدورهن وقلوبهن لأدب الزيارة إذن أن تخرج المرأة بإذن زوجها بإذن زوجها مش معاه وليش لأن أنا ما تخرج نفس البيت ديالها تدعو الله عز وجل لأبيها وأمها ولجميع المسلمين أما عقب من تهرج متعطرة عن شريحة القوية ودرة البحر وثم زيادة على الندب على المقام تبقى وقفة وكذا قد يخرج أقوى كأمي وكذا هذا كله من المناكر التي لا يريد الله عز وجل ولا يقبل الله عز وجل خطواتها ولا خطواته ولا أي واحد قول مع البوليس ديال الماء ودفننا هو كب على ذا والعطرشة وكذا شيء كله لم يكن ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مركز على هذا كان في الجاهلية وقال الآن فصوروا نهيتكم الآن فصوروا ولكن بالأدب إذا أيها الأحبة هذه الحالة أريد أن أقف عندها قليلا كثير إذا لا عقل ولا عراق ولا شعر ولا كذا ولا النائحة ولا كذا تذكروا دورا لا ما عطيش حاجة كل واحد يقول ما عطيش حاجة للماتية سبحان الله كيف تلك ما تلك الباب ولا أخوك ولا أخوك ولا أخوك كذا أنت الآن درست قد تبلغني على الطرف وأنك تحرش في رهنة وتدير في كاس وتحفظ نحرة هذا لا يجوز إطلاقا هذا إذا ترجع باش الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الرسول صلى الله عليه ارجعنا ارجعنا باش بذنوب وبثقه في الشيء الشاذ ديال الجنس حسنا واذا بيا واذا بها ترجع بذنوب ثقيله اذا فلا باس اذا دام معنا زوجها ومحرمها لا باس بهذه الزياره ولكن شوف الشرط اقيم علينا ربك واختك ولا تسلمين نعمنا ونخرج مباشره حتى تشير الباب تمش نهائيا هذا لا يجوز جميع مقابر الموت في جميع مقابر البلاد الاسلاميه في هذه المصيبه ولذلك نحن في المشي نتعلم نحن في المشي ناخذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اذا الزياره لها اداب وقف بعيد الله ولد وقف سلمى ثم تدعي إذا تدعى الزوجة وبيدات الوفاة تدعي معهم تدعي على المقابر اللهم إنهم هنا هذا آبي والأخوية والأخوية اللهم اغفر له وتجاوز عنه وادعي معهم كما قال ثم اخرج قلب لا تعتقد مع الشريحة ولا الأقمر ولا على الحنة ولا على الأزهر الكل له وراءه أكبر ولذلك انتبهوا أنت في المسجد أنت خريج المدرسة خريج مدرسة المسجد مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى وإذا رأيت هذا فحاول بالتي هي أحسن أن توقف هذا السير العالي
الذي يضحك ويمشط الشيطان. أيها الأحبة في الله، نحن نعلم أن هذه الشروط متوفرة في زماننا التي نراها، والناس بعاد على رحم الله، ما كتصليش وما كيصليش وغادي على حالها، وصلت الصور غلط والعكس وكذا، وما عندها علاقة بالأصحاب، تقدم تم على وقوف على باب وقوف على ويب ماذا ولا عمرها هذا، ما يسمعش، ما يسمعش ما والو بحال، وما يقوضيش من قبل أبدا. ولذلك هذا لا يجوز. شوف أنا كنقول الأحسن المرأة تجلس تدعو الله عز وجل وتبذل الخير إلى والدها أينما كان. أيها الأحبة في الله، هذه شروط في زماننا غير متوفرة، لذلك يجب سد هذا الباب. أنا فرض نظري، ولأنه خذ كل ما عرف، قال لكم يا شدت ما قال لكم ما جيت بينا ودي بدا كب على الزر، هذا لا يجوز هذا الإطلاق فيه. كب حال العيال Thank you.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة فهذه معهم يعلمهم يخلوش على بالغلو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله تتبعكم أنتم فرطنا ونحن تبعون ذكر الرسول الغالي قال شد طرف الأخير نسأل الله لكم ونسأل الله لنا ولكم العافية ويبغي على السادات أن يلزم السكينة أكثر وشو القرار هذا شيء السادة قال لي بلاش غير واشي غير المهنة مشي كدش نكزميك أو نعف عينا مش تدري دمونه بدأ يروحوا بدأ يقرأ بمخير ولا يزحش منك يدرون ويدرون ويزعل المشي يكسر هذا يتبقى مشي كدش إذا ينبغي على الزائر أن يلزم السكين وأن يلزم الأدب عند هؤلاء الذين سبقونا ولا يضحك يلا جوا نكت ثم ولا يضحك ولا يتكلم بما ليس فيه خير المكان مكان عظة كما الرسول صلى الله عليه وسلم زوروها لأنها تذكر الآخرة زوروها واعتبروا فيها ونسأل الله عز وجل الخير الصالحات المكان.